الحقيقه ان احنا زي ما بنتكلم عن العظماء وزي ما بنتكلم عن الادباء الكبار اللي عندهم تاريخ كبير جدا في عالم الثقافه والادب والروايه، كمان عايزين نرجع نتكلم شويه عن الشباب. مش عايزين ننسى شبابنا بيفكروا في ايه، المواضيع اللي بتلفت انتباههم، ايه المواضيع اللي بيحبوا يقروا عنها دلوقتي او يقروا فيها اكتر، مين هم الكتاب اللي محققين نجاح مع الشباب دي، مين هم الكتاب اللي بجد عارفين يوصلوا للشباب. علشان كده احنا قررنا نعمل تقرير صورته كاميرا يحكى أنا مع البوكتيوبر وصانعة المحتوى غدير حسين، هتقول لنا اكتر عن الشباب ارى ايه خلال الصيف، ايه انواع الكتب وايه المواضيع اللي بتشغل بالهم، ايه الروايات اللي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة الصيف. نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع لحضرتك مرة تانية، ونرجع مرة تانية لكل مشاهدينا. اتفضل. تقريبا من 3 سنين بدات ان انا اشارك مع اصدقائي مراجعات وترشيحات للكتب، بعد كده لقيت في رد فعل ايجابي جدا وتعليقات ايجابيه من اصدقاء شجعوني ان انا اهتم بالمحتوى وابدا قناه على اليوتيوب وصفحه على انستغرام. ومن ساعتها بدات ان انا انشر تقريبا فيديو كل اسبوع برشح فيه كتاب او بتكلم فيه عن عمل بحبه، برشح كتب في موضوعات مختلفه، وساعات كمان بعمل حوارات مع كتاب وادباء. الفتره اللي فاتت كان في اهتمام بمجموعه من الاعمال الادبيه اللي كانت في القائمه قصيرة لجائزة البوكر العربية، سواء أعمال من مصر أو من بلاد عربية مختلفة. كان فيه اهتمام كبير برواية زي مكاتب القاهرة للكاتب طارق إمام، اللي كانت ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر، وبدأ كتير من القراء يتكلموا عنها ويناقشوا أفكارها. كمان كان فيه اهتمام بروايات تانية زي الرواية الفائزة بالجائزة للكاتب الليبي محمد النعاس، خبز على طاولة خال ميلاد، روايات تانية لكتاب آخرين في موضوعات مختلفة. كمان الفترة اللي فاتت برضو عشان إعادة طبع أعمال الكاتب الكبير نجيب محفوظ، كان فيه اهتمام كبير من الشباب بقراءة وإعادة قراءة أعماله. بدأ يبقى فيه اهتمام بأعمال كتاب كبار، نجيب محفوظ بالتحديد عشان إعادة نشر أعماله وخلى القراء يهتموا بيها أكتر، وكتاب آخرين طبعا من الناس بتقرأ لهم دلوقتي أكتر من سنين فاتت. ممكن نقول ان الروايات المشهوره اكتر اللي الناس دايما بتقراها وتتكلم عنها نجيب محفوظ الثلاثيه طبعا والحرافيش، ولكن كمان في روايات تانية بدا يبقى فيه اهتمام اكبر بيها زي ليالي الف ليله، ميرامار، لص والكلاب. بعض من الاعمال دي تحولت لاعمال سينمائيه، وده اللي بيخلي قراء كتير يبقوا مهتمين ان هم يقروا العمل الروائي بعد ما بيكونوا شافوا الفيلم او سمعوا عنه او شافوه مرات ومرات يعني، وبيرجعوا يقروا الروايه مره ثانيه ويتناقشوا فيها. في بعض الاعمال اللي انا يعني بحب ارشحها، انا شايفه ان في برضو اتجاه من الشباب لقراءه اعمال مش بس اعمال روائيه واعمال ادبيه، ولكن اعمال اخرى صعب ان احنا نصنفها كعمل ادبي ولكن مميزه جدا جدا، زي مثلا على البلد المحبوب للكاتب احمد خير الدين. نقدر نقول عليها انها عمل يجمع ما بين الروايه والعمل التوثيقي. كمان بعض الروايات اللي صدرت مؤخرا وكان في صدى كويس عليها زي روايه النقشبندي للصحفيه رحمه ضياء، وهي روايه طبعا اخذت جايزه، وروايه بتتكلم عن سيره حياه متخيله للشيخ النقشبندي. روايه الغابه والقفص لطلال فيصل، واحد من الكتاب برضو اللي اقلامهم مميزه جدا، وهو مؤلف روايه بليغ اللي كانت من كام سنه اشتهرت جدا برضو بين الشباب. والروايه الجديده لسه صدرت من ايام، رشحها الناس برضو ان هم يقروها ويتابعوها. اهتمام كبير دلوقتي من الشباب بالأدب المترجم، ومش بس الأدب اللي بيتم الاهتمام بيه وترجمته بشكل مستمر زي الأدب الروسي أو أدب أمريكا اللاتينية، ولكن كمان بدأ يكون في اهتمام بأدب اليابان،
وبقت موجود كتير في المكتبات أعمال طبعا لموراكامي، واحد من الكتاب الكبار في اليابان، ولكن كمان أدباء تانيين وروايات لكتاب آخرين. في رواية من جزئين كانت مشهورة جدا الفترة اللي فاتت زي قبل أن تبرد القهوة وحكايات من المقهى، دي روايات نقدر نقول عليها أنها واقعية سحرية من الأدب الياباني المعاصر، انتشرت جدا واشتهرت بين الشباب الفترة اللي فاتت. السوشيال ميديا بصراحة أتاحت لعدد كبير من القراء أن هم يبقوا متابعين الأعمال الأدبية بشكل أقرب. الناس طول الوقت بقت عندها معلومات عن إيه الأعمال اللي بتصدر، متابعين الإصدارات الجديدة أول بأول، وكمان عندهم مساحة أن هم يتناقشوا مع بعض في أفكار الكتب اللي هم بيقروها. ده صعب أن هو يتحقق بدون السوشيال ميديا، لأنه السوشيال ميديا بتخلي ناس كتير ممكن في الحقيقة صعب أن هم يقابلوا بعض في مكان واحد، ولكن ممكن يتناقشوا في كتاب، ممكن حد يرشح كتاب ما حد سمع عنه كتير فالناس تبدأ تقرأ وتهتم بيه. فدي مساحة عظيمة جدا للقراء أن هم يتفاعلوا مع بعض ويرشحوا لبعض كتب مختلفة.